السلام عليكم. ده كورس Advanced Decision and Game Theory في البري ماستر في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة. الكورس بتاعنا بيتكلم على السوشيال شويس ثيوري والميكانيزم ديزاين والاوكشن ثيوري. التوبكس دي كلها متعلقة ببروبلم اسمها السوشيال شويس بروبلم، فدي المحاضرة الأولى اللي هنتكلم فيها على السوشيال بروبلم ونعرفها، وبعد كده هنتكلم على الكونسبتس الأساسية اللي احنا محتاجينها من الجيم ثيوري. الكورس ده ادفانسد، فالمفروض ان الطالب يكون واخد كورس جيم ثيوري في الاندرجراديويت. طيب، ف let's consider السيمبل سيناريوز الاتيه. تمام، very simple scenarios، however هي سيناريوز بنقابلها وبنشوفها كل يوم frequently. imagine ان انت عندك community، منطقه او حي، تمام، والناس اللي جواه عاوزين يديسايد whether ان هم يعملوا community center، تمام، زي مركز سوشيال يبقى فيه إيفنتس أو بيقدم خدمات للمجتمع، أو شوبينج مول، يعني في أرض واحدة والكوميونيتي اللي ساكن في المنطقة عاوز يديسايد الأرض دي نبني عليها كوميونيتي سنتر أو نبني عليها شوبينج مول. تمام، أو سيناريو إن عندك جوفرمنت، حكومة، والحكومة دي معاها ريسيرش فند، فلوس للريسيرش، وعاوزة تدستريبت أو تقسم الفلوس دي among universities وريسيرش institutions، فعاوزة تقسم الفلوس على جامعات أو مراكز بحثية in order إن هي تحفز الريسيرش activities اللي جوه البلد. تمام، سيناريو تالت إن انت عندك كابل، اتنين متجوزين، they are getting divorced، بيتطلقوا وعاوزين يوصلوا للديفورس سيتلمنت، يقسموا الحاجة بتاعتهم الجوينلي اوند بيلونجينجز، يقسموها بينهم ازاي. تمام، فتلاتة سيناريوز very simple. للوهلة الاولى تحس ان كل سيناريو بيتكلم على بروبلم مختلفة، واحدة على مستوى كوميونيتي، واحدة فلوس بتتوزع، واحدة ديفورس سيتلمنت. تمام، طيب، بس كل السيناريوز اللي احنا اتكلمنا عليها دي فيها some common features، فيها features in common، فيها صفات، تمام، موجودة فيهم. اول صفة ان انت عندك group of agents، مجموعة من الagents لازم يتفقوا على outcome واحد. تمام، ففي الكوميونيتي الناس اللي ساكنين في الناس اللي في الكوميونيتي او الكوميونيتي الناس اللي ساكنه في الحي لازم يتفقوا على outcome واحد، هنبني كوميونيتي سنتر ولا هنبني مول. تمام، في السيناريو بتاع الجامعه البلد اللي بتوزع الفند على جامعات لازم الجامعات دي تتفق على تقسيمه للفند، فممكن لو انت عندك مثلا الفند ده 10 مليون وعندك 10 جامعات، تمام، فممكن الجامعه الاولى تاخد 10 والباقي بقيه الجامعات ما ياخدوش حاجه، تمام، او الجامعه الثانيه هي اللي تاخد 10 والباقي ما ياخدش حاجه، او اي تقسيمه فيزبل لل10 مليون، كل جامعه تاخد مليون، فهما لازم يتفقوا على تقسيمة للفلوس وهي برضو هتبقى تقسيمة واحدة. أو في السيناريو بتاع الديفورس برضو أنت عندك belongings، تمام، فممكن واحد ياخد كل حاجة والتاني ما ياخدش، أو العكس، أو كل التقسيمات الممكنة للbelongings، يعني مثلا واحد ياخد ترابيزة والتاني ياخد بقية الحاجة،
أو ترابيزة وكرسي والتاني ياخد بقية الحاجة والعكس. فعندك مجموعة من الايجنت والاند بتاع السيناريو هو سنجل اوتكم، ده النهاية بتاعت السيناريو، ده الديسيجن اللي لازم يتوصل له، ولازم الايجنتس دي تكون متفقة على ايه الاوتكم ده. تاني فيتشر ان كل ايجنت عنده برايفت انفورميشن، عنده انفورميشن جواه محدش من الايجنتس التانية يعرفها. طيب البرايفت انفورميشن دي يعني ايه؟ يعني بتبقى تفضيله بين الاوتكمز المختلفة. يعني الايجنت مثلا الاولاني بيفضل كذا عن كذا، بيفضل الاوتكم ده عن الاوتكم ده عن الاوتكم ده، الايجنت التاني بيفضل الاوتكم التاني عن التالت عن الاول، الايجنت الرابع بيفضل الاوتكم الخامس عن التاني عن الاول وهكذا. والبريفرنسز اوفر اوتكمز دي تمام محدش يعرف، فهي برايفت انفورميشن للايجنت. طيب البريفرنسز دي بتيجي منين؟ يعني انت كبني ادم ليه بيبقى عندك بريفرنسز؟ يعني لو تعرض عليك مثلا ان انت تتعشى وتعرض عليك مثلا فراخ، ميل فيها فراخ او ميل فيها لحمة، فانت بناء على شخصيتك بتقول انا بفضل كذا، او تعرض عليك لبس بالوان مختلفة فانت بتفضل الازرق عن الاخضر عن الاسود وهكذا. فكل ايجنت اصلا ليه شخصية، ليه تايب، تمام، ليه تايب. فالتايب ده هي شخصية، والشخصية دي ما بتتغيرش، هي حاجة انترنال للايجنت. الشخصية دي بتبقى برايفت انفورميشن للايجنت، محدش بيبقى عارف شخصيته، وبناء على شخصيته البرايفت انفورميشن دي بتحدد هو بيفضل ايه بين الاوتكمز المختلفة في اي مشكلة هو بيقابلها في حياته. فمثلا في الكوميونيتي سيناريو كل بيرسون برايفتلي يعرف ايه البنفيت اللي هو هيستفيده لو اتبنى كوميونيتي سنتر او لو اتبنى مول. يعني مثلا ممكن واحد يكون ساكن مثلا بيحب الرياضة، فبيقول لو اتعمل كوميونيتي سنتر انا اقدر اروح واقرب نادي ليا بعيد. في واحد تاني مثلا ممكن يكون ما بيحبش الرياضة، بس مثلا هو ما بيشتريش كتير، فبالنسبة له الشوبينج مول ده ملوش لازمة، فبرضه يفضل كوميونيتي سنتر. في مثلا واحد الشوبينج بتاعه كتير، فيفضل ان يبقى عنده شوبينج سنتر جنب بيته عن انه يكون عنده كوميونيتي سنتر وهكذا. فالكلام ده كله كل ايجنت يعرفه برايفتلي، وما فيش ايجنت يعرف البريفرنس بتاع الايجنت التاني. طيب في الديفورس سيتلمنت نفس الموضوع، هما بيوزعوا البيلونجينجز بيقسموها بينهم، فكل واحد عارف قيمة الايتم دي بالنسبة له، حتى لو قيمة معنوية. يعني مثلا اللوحة دي مثلا عزيزة عليه تمام، او هو مثلا هينقل في مكان تاني والمكان التاني ده ناقصه مكتب، فهو عاوز ياخد المكتب من المكان الاولاني. فكل واحد بيبقى عارف الايه الفاليو بتاعت كل بيس في الفيرنيتشر تمام، وبيبقى ليها قيمة داخلية جواه برايفت. برايفت دي مبنية على ظروفه او شخصيته التايب بتاعه تمام. طيب الفاكتور التالت ان المين فاكتور واكشولي يوجوالي ذا اونلي الوحيد اللي هتأفكت السيليكشن بروسس بتاعت الاوتكم بروبلم، يعني هختار انها اوتكم هوصل لايه، هو البريفرنسز بتاعت الايجنس. يعني انا دلوقتي هنقابل ناس وقدامنا ان احنا مثلا ناخد او في محاضرة قدامنا ناخدها يوم الحد او يوم الثلاثة، فانا بقرر بناء عليه البريفرنسز بتاعت الايجنس، بسأل الطلبة انتوا تفضلوا الحد او الثلاثة، فبنوصل لحل او بنختار اوتكم تمام. فالفاكتور الوحيد هو الناس عاوزة ايه، وهو ده اللي احنا بنقرر عليه المسألة. بس المشكلة زي ما قلنا ان البريفرنسز دي برايفت انفورميشن تمام، فده مفتاح بيعمل مشاكل كتير فيما بعد لازم نحلها، او الكورس بتاعتنا ازاي نتعامل مع ان البريفرنسز دي برايفت. طيب ف اوفر فيو كل السيناريوز اللي فاتت دي اتس ا سوشيال تشويس بروبلم، مشكله اختيار اجتماعي. ليه اجتماعي؟ لان انت عندك مجموعه من الايجنتس، ليه اختيار؟ انت عاوز توصل
لاوتكم واحد. تمام؟ طيب بوصل للاوتكم ده بناء على ايه؟ البريفرنسز بتاعت الناس او الايجنتس اوفر الاوتكمز، وببدا اشوف الاوتكم اللي يناسب، يعني بيحقق كرايتيريا معينه واتيفر اللي بيناسب معظم الناس او العادل او 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 او. فانت عندك جروب اوف ايجنتس، مجموعه لازم يتفقوا على وان اوتكم، اونلي وان اوتكم، وهو ده اللي اسمه السوشيال شويس، الاختيار الاجتماعي for a given problem in spite ان هم عندهم different preferences. تمام؟ واحد عاوز كذا، واحد عاوز كذا، واحد عاوز كذا. once ان البريفرنسز بقى مختلفه، بقى في conflict of interest، بقى ايه، كل واحد عاوز الاوتكم اللي هو يحبه اكتر، هو ده اللي يتم اختياره. تمام؟ طيب السوشيال شويس بروبلم دي بترايز ان informationally decentralized environment. ف المشكله بتاعت السوشيال شويس بتنشا في بيئات مالها informationally decentralized. يعني ايه informationally decentralized؟ الانفورميشن المطلوبه لحل المشكله او لاختيار الاوتكم اللي هو حل المشكله decentralized، متقسمه على الايجنتس اللي موجوده، كل ايجنت معاه جزء من المعلومات اللي انا محتاجها علشان احل مساله السوشيال شويس. فممكن تبقى في مساله انفورميشنلي سنترلايزد، فكل المعلومات اللي انت عاوزها عشان تحل المساله موجوده عند حد معين، بس السوشيال شويس بروبلم انفورميشنلي ديسنترلايزد، المعلومات اللي انت محتاجها عشان تحل المشكله اللي هي البريفرنسز بتاعت الايجنتس فين؟ عند كل ايجنت، كل ايجنت هو عارف البريفرنسز بتاعته، وانت محتاج البريفرنسز بتاعت الايجنتس كلها علشان تختار الاوتكم وتحل المساله. ف as an example السوشيال شويس بروبلم هي تعتبر اوبتمايزيشن بروبلم. فالاوبتمايزيشن بروبلم الشكل الكلاسيكال بتاعها ان انت عندك اوبجكتيف سبجكت تو كونسترينتس. تمام؟ فهي مساله optimization problem where كل agent تمام بيهولد one of the inputs، مع حاجه في agent معاه constraint، agent معاه objective، agent معاه coefficient لconstraint، coefficient لobjective. يعني المساله بتاعت الoptimization دي متقسمه وكل agent معاه جزء منها، فانت عاوز تلم الاجزاء دي من الagent عشان تجي لك المساله objective subject to constraints وتبدا تحلها. تمام؟ طيب فلو انت لاحظت المسألة دي اللي هي social choice problem it's actually a voting problem، مسألة تصويت، لان simply لو انت عندك مجموعة من الـ outcomes، outcome 1 outcome 2 outcome 3، عندك 3 اختيارات او 3 outcomes لمشكلة معينة، مثلا المحاضرة الجاية تبقى امتى، يوم الحد او الثلاث او الخميس، فدول 3 outcomes. فسيمبلي اللي هيحصل ان الستودنتس اللي هو ايجنت 1 وايجنت 2 لغايه ايجنت ان هيبداوا يصوتوا، يعني هيقول انا افضل ده وبعد كده افضل ده. تمام؟ او ايجنت 2 هيجي يقول انا عاوز ده، وايجنت 3 او ايجنت ان يقول انا عاوز يا ده يا ده. فتبدا تبقى هي مساله فوتنج، ان الايجنتس بيعملوا فوت على الاوتكمز اللي هم عاوزينها، ونتيجة هذا التصويت بيبقى حل المسألة. فالسوشيال شويس بروبلم اكشلي اتس ا فوتينج بروبلم. لو مثلا خدنا الديفورس سيتلمنت، فانت عندك اوتكمز، كل اوتكم هو تقسيمة معينة للبيلونجينجز بتاعت الكابل. تمام؟ مثلا الاوتكم الاولاني الهازبند ياخد كل حاجه والوايف ما تاخدش، الاوتكم الثاني الوايف تاخد كل حاجه والهازبند ما ياخدش حاجه، الاوتكم الثالث الهازبند ياخد ترابيزه والوايف تاخد كل حاجه. فاوتكمز تمام، وممكن الاوتكمز دي يكون عددها كبير جدا. طيب بعدين الهازبند هيجي يعمل فوت، هيقول انا عاوز ده وبعد كده ده وبعد كده ده بالترتيب هيرتبه، وتيجي الوايف تقول انا عاوزه ده وبعد كده ده وبعد كده ده وبعد كده ده. فدي بقت مسألة فوتينج، هيتم حل مسألة الفوتينج، فيتم الوصول لإيه الأوتكم اللي عليه التصويت. بالنسبة لليونيفرستي نفس الموضوع، أوتكم 1 أوتكم 2 لغاية أوتكم N. تمام؟ كل أوتكم من دول
هو ايه؟ تقسيمه معينه للفلوس. تمام، ان مثلا اوتكم 1 الجامعه الاولانيه تاخد ال 10 مليون والجامعه وكل الجامعات الثانيه تاخد صفر. الاوتكم الثاني ان الجامعه الاولانيه تاخد 9 مليون والجامعه الثانيه تاخد مليون والجامعه الثالثه وبقيه الجامعات ما تاخدش حاجه وهكذا. وتيجي الجامعات يونيفرسيتي 1 يونيفرسيتي 2 يونيفرسيتي 3، كل واحد يبدا يصوت على الاوتكمز اللي هو شايف ان هي تنفع، هو عاوز الاوتكم ده وبعد كده الاوتكم ده وبعد كده الاوتكم ده. تمام، فبعد كده مساله الفوتنج دي بتتحل، فيتم اختيار الاوتكم معين اللي هو التقسيمه. ايه التقسيمه اللي الناس وافقت عليها او الاجماع ادى اليها؟ طب كل ايجنت بيفضل اوتكم عن اوتكم ازاي؟ بناء على شخصيته، وشخصيته دي برايفت انفورميشن ليه، يعني كل ايه كل جامعه هي برايفتلي عارفه مرتبه الاوتكمز ازاي. طب انا عشان احل المشكله عاوز البرايفت انفورميشن دي من كل الايجنتس. تمام، زي ما قلنا كل واحد ماسك جزء من المساله معاه، فانت عاوز تلم الاجزاء دي علشان تعرف تحل المساله. طيب، فما دام الموضوع وصل لفوتنج ف it is too easy. جميل، كلنا بنعرف موضوع التصويت ده، الفوتنج ده حلو وسهل يعني، فاهم؟ انت بتحط اختيارات والناس بتعمل فوتنج ونشوف اكبر اصوات وكذا. فسيمبلي انا بحب سيناريو اللي حصل في مصر سنه 2012 بتاع البريزيدنشال الكشنز. فسيمبلي الفوتنج از تو ايزي، لاين اب، نقف في طابور. تمام، وممكن الطابور يبقى واخد شكل مش طابور ومعانا ناس تانية في الطابور عادي. بعد كده هيبقى عندك options، عندك اختيارات، دي ال outcomes بتاعت الانتخابات، يا ده يكسب يا ده يكسب يا ده يكسب يا ده يكسب يا ده يكسب. تمام، فدي ال options. تمام، بعد كده هتقرر، هتختار، هتمسك الورقة وتقول انا عاوز فلان ومش عاوز الباقي. تمام، فهيتم ان انت تختار. بعد كده هتروح تكاست الفوت بتاعك، تحط الفوت بتاعك في الصندوق. تمام، وكده احنا خلصنا. تمام، طيب هل خلصنا؟ لا، it didn't work، ممكن يحصل تاي او محدش ياخد اغلبية، فبالتالي هتتعاد جولة تانية في الانتخابات و I need to decide again. بس طبعا الاوبشنز هتبقى اقل، عندي مثلا هنا 2 options. تمام، قبل كده كان عندي 13، دلوقتي عندي 2. تمام، طيب بعد كده هروح اعمل فوت تاني، اكاست الصوت بتاعي، ادخل احط الصوت بتاعي للسيستم او اديه للسيستم. ذاتس ات، انا كده خلصت. لا طبعا لازم تحط او يحصل نوع من انواع الفيريفيكيشن ان انت يضمنوا ان انت مش هتيجي تنتخب تاني، وهنا بدات المشاكل اهي تبدا في السيتنجز بتاعت الفوتنج. بتحط في مصر، بتحط صباعك في الحبر الفسفوري اللي هو بيروح بعدها بكام يوم بعد ما الانتخابات تخلص، فما تقدرش تروح تنتخب تاني. تمام، طيب خلصنا. لا طبعا لازم ناخد سيلفي الانتخابات ونتصور بالايه، بالبينكي فينجر. تمام، طيب ها المرشح الفلاني كسب، فنبدأ نعمل سيلبريت وذاتس ذا اند اوف ذا بروسيس وكده. فلغايه دلوقتي الفوتنج جميل جدا. تمام، ممكن يبقى طويل شويه بس جميل. فمسائل السوشيال تشويس بروبلمز تتحل بالفوتنج بسهوله، بس المشكله ان افتر 1 ويك ليتر ممكن تلاقي، تمام، الناس مش عاجبها الحل اللي طلع وبتقول ارحل او جو اوت. تمام، ففوتنج از نوت ذات ايزي افتر اول. مسائل السوشيال تشويس بروبلم او الفوتنج از نوت ذات ايزي زي ما الناس فاكره، ولو ما تحققش فيها كرايتيرياز معينه دايما هتليد لبروبلم. تمام، طيب ف باي اند اوف ذا فيرست بارت اوف الليكتشر اي هوب ان احنا نكون فهمنا ايه هي البروبلم، السوشيال تشويس بروبلمز. تمام، الكاركترستكس بتاعتها ان انت عندك ايجنتس وعندك outcomes، كل agent عنده preferences over the outcomes. تمام، لازم الagents دي نتفق على outcome معين
والاوتكم ده بيتم اختياره بناء على البريفرنسز بتاعه الايجنتس. المساله انفورميشنلي ديسنترلايزد، لان كل ايجنت هو اللي يعرف البريفرنسز بتاعته، ودي بتعمل مشاكل لان هو ممكن ما يقولكش البريفرنسز بتاعته الحقيقيه، ممكن يعمل حاجه اسمها استراتيجيك ميس ريبورت، يعني يكذب وهكذا. وبعد كده بيتم اختيار الحل بناء على البريفرنسز بتاعه الايجنتس. تمام، فذاتس ذا سوشيال تشويس بروبلمز which is the topic that we need to address and discuss solutions في الكورس بتاعنا. تمام؟ طيب. The rest of the lecture احنا هنبدأ نتكلم او هنعمل revision سريع على basic concepts of game theory. فال social choice problem هو تعتبر advanced topic في الجيم ثيوري، فاحنا هنراجع ايه الكونسبتس الاساسيه اللي احنا محتاجينها من كورس الجيم ثيوري اللي احنا خدناه في الاندر جراديويت. تمام، ف اول ما بنتكلم على جيم ثيوري، تمام، كلمه جيم طلعت، فاحنا لازم نتكلم يعني ايه جيم. تمام، فاكشلي ذير ار ديفرنت تايب اوف جيمز. اوكي، في حاجه اسمها سكيل جيمز. فالسكيل جيمز عباره عن ان انت عندك سنجل ايجنت، هو ايجنت واحد وعنده كومبليت كنترول اوفر الجيم اوتكم، يعني بناء على مستوى الايجنت ده بيتحكم في نتيجه الجيم. تمام، فمثلا لو انت قاعد في امتحان، فالامتحان ده جيم على قد امكانياتك، على قد ما بتجيب سكور. تمام، فالايجنت متحكم كاملا في الاوتكم بتاع الجيم بناء على البيهيفير بتاعه او هو بيعمل ايه. تمام، فده سكيل جيمز، لان دي جيمز مبنيه على السكيل، على المهاره. تمام، طيب تاني نوع من الجيمز الشانس جيمز. فالشانس جيمز الايجنت عنده تحكم على الاوتكم بس مش لوحده، مادر نيتشر موجوده. تمام، وقصدنا بمادر نيتشر اي ايفنتس بتحصل خارجيه، تمام، خارج عن اراده الايجنتس. تمام، فالايجنت بيعتبر بلاينج اجينست مادر نيتشر، والاوتكم بتاع الجيم بيديبند على الموفز بتاعه الاثنين، الايجنت قرر ايه والنيتشر او الظروف قررت ايه. فممكن ناخد اكزامبلز للموضوع ده. فمثلا اول اكزامبل الراشن روليت. تمام، فده اللي هو ان انت بيبقى معاك مسدس، المسدس ده فيه روليت، فيه ساقيه، وانت كايجنت بتديسايد تحط كام رصاصه. فانت لو حطيت رصاصه واحده من السته، فالبروبابيليتي ان الرصاصه تطلع 1 اوفر 6. تمام، لو حطيت رصاصتين هتبقى 2 اوفر 6. تمام، لو حطيت 3 رصاصات هتبقى 3 اوفر 6، لغايه ممكن تحط 6 رصاصات وتبقى البروبابيليتي 1 6 اوفر 6. تمام، طيب وبعد كده فانت بتحط رصاصه او رصاصتين الايجنت، وبعد كده بيلف الروليت. تمام، بيلف الساقيه بتاعه المسدس، وبعد كده بيضرب، فالرصاصه ممكن تطلع او ممكن ما تطلعش. ف يعني انت لو حطيت رصاصه واحده ولفيت وضربت، ممكن الرصاصه تطلع وممكن ما تطلعش. فالاوتكم بتاع السيناريو ان الرصاصه طلعت او ما طلعتش معتمد على حاجتين، انت حطيت كام رصاصه، الديسيجن بتاعك، ومع ذلك غير الديسيجن بتاعك في راندوم فاكتور موجود بيأثر على اللي هيحصل. فانت ممكن تحط رصاصه وباد لك، اول ما تدوس الرصاصه تطلع، او ممكن تحط رصاصتين وبعد كده تدوس مفيش رصاص يطلع، فعندك فاكتور. تمام، طيب ناخد سيناريو تاني. انت مثلا هنا اهو، وبكره قدامك حاجتين، ستي ات هوم تخرج، سوري ستي ات هوم تفضل في البيت، او تخرج جو اوت. ف
فدي الديسيجنز بتاعتك، بكره اعمل ايه، اقعد في البيت ولا اخرج. تمام. في نفس الوقت المادر نيتشر تمام هتقرر الجو بكره، فممكن يبقى ساني او ريني، يا الجو يطلع مشمس يا الدنيا تمطر. ها طيب، فالاوتكم بتاع بكره معتمد على قرار انت هتاخده وقرار مادر نيتشر هتاخده. فلو انت قررت تستي ات هوم، تفضل في البيت، بس الدنيا بره طلعت صني، فانت هتبقى خسرت الخروجه، او هتبقى قاعد زعلان تقول يا ريتني كنت خرجت الجو كان حلو. بس لو انت قعدت في البيت والدنيا مطرت، هتقول الحمد لله ان انا ما خرجتش. لو انت خرجت والدنيا صني، فانت هتستمتع باليوم وتقول الدنيا جميله. لو خرجت والدنيا مطرت تمام، هتيجي تقول يا ريتني كنت قعدت في البيت. فالاوتكم بتاع السيناريو اللي هو درجه الهابينس بتاعي بكره، انا انبسطت قد ايه، هبسط قد ايه بكره، معتمد على حاجتين: القرار ان الايجنت بياخده، مع النيتشر، النيتشر برضو قررت ايه. تمام. فدي اللي هي التشانس جيمز. تمام. طيب تالت نوع الاستراتيجي جيمز. فالاستراتيجي جيمز هو ان الاوتكم بتاع الجيم بيديبند على الاكشن الديسيجن بتاع وان اور مور ايجنتس، في كذا لعيب في الموضوع، از ويل المادر نيتشر برضو. يعني ممكن المادر نيتشر تبقى لعيب تالت في الجيم، او رابع في الجيم، او خامس في الجيم. تمام. طيب وكل واحد من دول ليه بارشل كنترول اوفر ذا جيم اوتكم. فزي ما في الشانس جيم السنجل بلاير عنده بارشل كنترول، لان بقيه الكنترول موجود مع النيتشر، هنا كل ايجنت معاه بارشل كنترول لان بقيه الكنترول موجود مع الاذر بلايرز اللي موجودين. طيب ففي سؤال يجي واحد يقول لي طب ايه الفرق بين الاستراتيجي جيم والشانس جيم، ما هو الاثنين البلاير مش متحكم في الاوتكم، والاوتكم هيتاثر ب فاكتور اخر. في الشانس جيم هي النيتشر، وفي الاستراتيجي جيمز هي لعيبه تانية وممكن تكون النيتشر. هقول لك ان الفرق ان النيتشر في الشانس جيم ما بتفكرش ضدك، يعني هي بتاخد ديسيجن بس هي ملهاش دعوه بالانترست بتاعك. تمام. او هي نفسها ملهاش انترست، يعني مثلا الدنيا وهي بتفكر ان الجو يبقى صني او ريني، تمام، هي مش بتغلس عليك، تمام، هي بتاخد قرار. تمام. القرار ده حتى هي ممكن ما تكونش هي ملهاش مصلحه، هي بتاخد قرار وخلاص. تمام. القرار ده بيأثر عليه الاذر بلايرز. لو انت قدامك بقى شخص اخر، فالشخص الاخر ده بيفكر، يعني ممكن ياخد قراره عشان يخسرك، او ياخد قرار عشان هو يكسب، وهكذا. فالاستراتيجي جيمز عباره عن ان ده حاطط ده في دماغه وده حاطط ده في دماغه، بس الشانس جيم النيتشر مش حاطك في دماغها، وانت برضو مش حاطط ايه النيتشر في دماغك. تمام. يعني انت ما بتعتبرهاش اوبوننت، هي بتاثر على اللي هيحصل، بس هي مش عدوتي او مش اوبوننت ليا. تمام. بس الاستراتيجي جيمز البلايرز ممكن تاثر، وممكن يكون عندك جيم تمام في كذا بلاير، بلاير 1 وبلاير 2 ومعاهم النيتشر، فالاوتكم بتاع الجيم ده قرر ايه، ده قرر ايه، والنيتشر قررت ايه. بس زي ما اتفقنا النيتشر اللي هي الراندومنس او البروبابيليتي، البروبابيليستيك ايفنتس اللي بتاثر على السيناريو، مش بتاخد القرار بتاعها بناء على ان هي في جيم، هي اصلا ممكن ما تعرفش ان هي في جيم، او بتاخد القرار بتاعها ان هي تخسر الناس دي. الجيم ثيوري هو برانش من الابلايد ماثيماتكس، تمام، هو فرع من الرياضه التطبيقيه اللي بتكونسيرت ان هي تانلايز البيهيفير في الاستراتيجيك سيتويشنز. تمام. مينلي بتستدي الاستراتيجي جيم، استراتيجي جيمز، يعني هي بتدرس الاستراتيجي جيمز، تمام، وبتحاول تطلع تعرف تانلايز السيناريو بتاع الجيم، تحاول تبريدكت الاوتكم اندر some assumptions، وتبدأ تشوف البلايرز
ايه الراشنال ديسيجنز اللي هم ياخدوها وهكذا. فالجيم ثيوري بتدرس الاستراتيجي جيمز. تمام. وانس ان احنا اتكلمنا ان انت في جيم، دايما انت محتاج طريقه تلعب بيها الجيم. يعني انت مثلا بتلعب شيس، بتلعب شطرنج ضد حد، فانت محتاج طريقه او خطه او المسمى العلمي انت محتاج استراتيجي، محتاج استراتيجيه في السيناريو بتاعك او في الجيم بتاعك، بناء عليها تاخد القرارات بتاعتك. طيب ايه هو الديفينيشن بتاع الاستراتيجي؟ اوكي، فالاول ليتس اسيوم ان كل ايجنت عنده مجموعه من الاكشنز. يعني يقدر ادا ايجنت، تمام، فيقدر ياخد اكشن واحد او اكشن اتنين او اكشن ثلاثة، تمام، وهكذا، فعنده مجموعه. خلي بالك من كلمه set. Set does not allow repetition of elements. يعني لازم الاكشنز دي تكون غير بعض، تمام. ما ينفعش اكشن 1 يبقى خش يمين واكشن 2 خش يمين برضو، تمام. لازم الاكشنز دي تكون غير بعض. فانت على حسب السيناريو اللي انت فيه، لو انت بتسوق قدامك اكشنز اكمل على طول، اخش يمين اخش شمال، افرمل اهدي، دي الاكشنز اللي عندك. لو انت بتلعب شطرنج، الاكشنز اللي عندك ان انت بتحرك كل قطع، حرك عسكري، حرك طابية، حرك وزير، حرك ملك، تمام. لو انت بتعمل استراتيجي ادفرتايزمنت لشركه، الاكشنز بتاعتك انزل الاعلانات في التلفزيون ولا في الراديو، ولا احطها اعلقها في الشوارع، اصرف كام، اصرف مليون، اصرف اتنين، اصرف تلاتة. فانت كل سيناريو او كل سيتويشن انت فيه بيبقى عندك اكشنز معينة متعلقة بالسيتويشن ده تقدر انت تاخدها، تمام. طيب بعد كده عندك state of the world، حالة الجيم. فانت في سيناريو اللي هو جيم، الجيم ده ممكن يكون ليه كذا حالة، تمام. فتخيل مثلا ان انت بتلعب شطرنج، كل كونفيجريشن للبورد مين فين ده تعتبر حالة للجيم. كل كونفيجريشن للبورد بتاعت الشطرنج تعتبر حالة للجيم، تمام. وبرضو اتس ست، يعني ما ينفعش الحالة تتكرر اكتر من مرة، الحالة موجودة مرة واحدة بس. طيب فايه هي الاستراتيجي؟ لو اللعيب اي، ايجنت اي، هيأدوبت استراتيجي اي يتصرف بيها في الجيم، هو انه بيماب كل سيناريو ممكن يحصل في الجيم لاكشن. يعني بيقول لو البورد شكلها كده انا هاخد اكشن 1، لو البورد شكلها كده انا هاخد اكشن 2، لو البورد شكلها كده انا هاخد اكشن 3، لو شكلها كده انا هاخد اكشن 3 برضو، لو شكلها كده انا هاخد اكشن 5. فبيماب كل استيت في الجيم لايه؟ لاكشن. فدي الاستراتيجي، ان انت داخل موقف او انت في وضع معين او سيتويشن معين، السيتويشن ده ممكن يحصل فيه 10 مواقف، فانت لازم تقول لو حصل الموقف ده انا هعمل كذا، لو حصل الموقف ده انا هعمل كذا، لو حصل الموقف نمره 3 انا هعمل كذا، لو حصل الموقف نمره 4 انا هعمل كذا. فلو انت معاك ان انت عامل المابينج بين المواقف اللي انت ممكن تشوفها والاكشنز اللي انت ممكن تعملها، يبقى انت معاك استراتيجي ان انت تقدر تتعامل مع الجيم. فالاستراتيجي of an agent I determines the action to be taken by the agent in each state of the game. طيب in simple games، لو السيناريوز بسيطة قوي، ممكن الاستراتيجي تبقى هي الاكشن. يعني انت مثلا في موقف في الشارع، يتخش يمين يتخش شمال، فهو اساسا انت عندك هو سيناريو، يعني هو موقف واحد، فبالتالي الاكشن اللي انت هتاخده ان انت تخش يمين او تخش شمال هو الاستراتيجي، تمام. لان الاستراتيجي مفيش ستيتس كتير، مفيش مواقف كتير انت متعرض لها عشان تقعد تقول انا في كل موقف هعمل ايه. هو انت متعرض لموقف واحد وعندك اتنين اكشنز، يا يمين يا شمال، فبالتالي لو الاستراتيجي بتاعتك هتبقى ايه؟ يا يمين يا شمال. ففي السيمبل جيمز او السيمبل سيتويشنز
الايجنت استراتيجي سيمبلي هي الاكشن. تمام. طيب ف هنبدا نعرف حبه نوتيشنز هنستخدمها قدام. فجيفن ان الاس اي هي الاستراتيجي بتاع الايجنت اي، يبقى انت عندك ايجنت اي اللعيب نمر اي. تمام. ليه؟ عشان يلعب الجيم محتاج يديسايد على استراتيجي اي. تمام. طيب بيختار الاستراتيجي اي دي منين؟ من الاس اي كابيتال اللي هي السبيس اوف اول استراتيجيز المتاحه لي. تمام. يعني انت مثلا هتلاعب واحد شطرنج، فانت رحت اخترت استراتيجيه معينه تلعب بيها الجيم. الاستراتيجيه دي انت جبتها منين؟ من السبيس اوف اول بوسيبل استراتيجيز اللي ممكن تلعب بيها شطرنج. تمام. طيب دلوقتي يبقى كل ايجنت اي عنده سبيس اوف اول بوسيبل استراتيجيز وبيختار منها استراتيجي واحده يلعب بيها. الاس من غير اندكس هي ايه؟ هي الكارتيزيان برودكت بتوين الاستراتيجي سبيسز بتاعت البلايرز. فدلوقتي بلاير 1 ايجنت 1 عنده سبيس اس 1 هيختار منه استراتيجي اس 1، وايجنت 2 هيختار عنده اس 2 السبيس بتاعت الاستراتيجيز بتاعته هيختار منها اس 2، وايجنت 3 عنده السبيس اس 3 اللي هي فيها كل الاستراتيجيز بتاعته هيختار منها واحده يلعب بيها الجيم. فبالتالي الكارتيزيان برودكت بتاع اس 1 مع اس 2 مع اس 3 هو الاس اللي هي الجوينت استراتيجي سبيس بتاعت الجيم. تمام. وبالتالي اما الايجنت ده يختار اس 1 والايجنت التاني يختار اس 2 والايجنت التاني يختار اس 3. تمام. فده اسمه ايه؟ لو الايجنت الاولاني اختار اس 1، ايجنت الثاني اختار اس 2، ايجنت الثالث اختار اس 3، فده اسمه استراتيجي بروفايل. استراتيجي بروفايل طريقه للعب الجيم. تمام. والاس بروفايل ده هو نقطه في الاس اللي هي الجوينت سبيس بتاعت البلاير. طيب ناخد اكزامبل عشان الدنيا دي تبقى واضحه. تعالى ناخد جيم بسيط جدا. تمام. فانت عندك بينالتي بيت شوت في الكوره، بينالتي. تمام. فانت عندك البلاير الاولاني اللي هو الشوتر اللي هيشوت، وممكن يشوت يمين رايت او ليفت، وعندك الجولي اللي بيصد ممكن ينط يمين او شمال. تمام. فالراجل ده عنده اتنين اكشنز والجولي عنده اتنين اكشنز. تمام. ونظرا ان هو جيم هيتعمل مره واحده، يعني هو موقف واحد، هو كره هتتشاط، فبالتالي هو الاكشنز هي الاستراتيجيز. تمام. فالاستراتيجي سبيس بتاع الشوتر جوه الار والال عنده اتنين استراتيجيز، يشوت يمين يشوت شمال. والاستراتيجي سبيس بتاع الجولي تمام برضو يا ينط يمين يا ينط شمال. طيب الكارتيزيان برودكت بتاع دول اللي هو الاس، الاس اللي هي الكارتيزيان برودكت بتاعت السبيس اوف استراتيجيز بتاعت الشوتر والسبيس استراتيجيز بتاعت الجولي هي ايه؟ الكارتيزيان برودكت هي كل نقطه في السبيس مع كل النقط التانية اللي في السبيس. فانت هيبقى عندك ار مع ار او ار مع ال او ال مع ار او ال مع ال.
لو تلاحظ ان كل نقطة من دول هي عبارة عن ايه؟ اللعيب الاولاني قرر ايه واللعيب التاني قرر ايه، اللعيب الاولاني قرر ايه اللعيب التاني قرر ايه، اللعيب الاولاني قرر ايه اللعيب التاني قرر ايه، اللعيب الاولاني قرر ايه اللعيب التاني قرر ايه. فكل نقطة من دول هي طريقة لعب الجيم. يعني في البينالتي ان الشوتر هيشوت يمين والجولي هينط يمين، او الشوتر هيشوت شمال والجولي هينط شمال يمين والجولي هينط شمال، او الشوتر هيشوت شمال والجولي هينط يمين، او الاثنين هي ايه شمال، الشوتر هيشوت شمال والجولي هينط شمال. فهنلاقي ان كل نقطة من دول هي استراتيجي بروفايل، اللي هي طريقة للعب الجيم محددة كل بلاير هياخد هيعمل ايه، او ايه الاستراتيجي بتاعت كل بلاير في الجيم. تمام؟ فيبقى احنا كده اتكلمنا على الاستراتيجي سبيس بتاع كل لعيب، الكارتيزيان برودكت بينهم بيعمل الجوينت استراتيجي سبيس بتاعت الجيم كلها. كل نقطة في الجوينت استراتيجي سبيس هي طريقة لعب الجيم، بتحدد الاستراتيجي بتاعت كل لعيب في الجيم هيعمل ايه. تمام؟ واسمها استراتيجي بروفايل. ف فورمال ديفينيشن، تمام، ايه هو الاستراتيجي جيم، ايه هو الجيم اللي يتقال عليه جيم اوف استراتيجي؟ بيبقى عندك سيت الفا اوف ان راشونال ايجنتس، وكلمه راشونال دي هنتكلم عليها قدام. فانت عندك ان راشونال ايجنتس، عندك ان بلاير، كل بلاير او ايجنت بيقدر يختار استراتيجي اس اي يلعب بيها الجيم اوت اوف البوسيبل استراتيجيز بتاعته الاس اي. فالاس اي كابيتال هو السبيس اوف استراتيجيز المتاحه قدام الايجنت، والايجنت في الاخر هيختار منهم واحده يلعب بيها، هتبقى الاس اي سمول. وبعد كده في جيم اوت كم فانكشن اسمها جي، بتماب السبيس اس اللي هو ايه، اللي هو جوينت سبيس بتاع الجيم، اللي هو ايه، اللي هو الكارتيزيان برودكت بتوين السبيسز بتاعه اللعيبه. تمام؟ بتماب ده للاوتكم سبيس، اللي هي الاوتكمز بتاعه الجيم. فهي بتقول ايه، لو اللعيب الاولاني اختار استراتيجي 1 بتاعته واللعيب التاني اختار استراتيجي 1، الاوتكم بتاع الجيم مثلا هيبقى O3. لو اللعيب الاولاني اختار S1 واللعيب التاني اختار استراتيجي 2 بتاعته، تمام، الاوتكم هيبقى O5. لو اللعيب الاولاني اختار S3 واللعيب التالت اختار S7 اللي هي الاستراتيجي التالتة عند الاولاني والسبعة عند التاني، الاوتكم بتاع الجيم هيبقى O7. فانت عندك فانكشن بتعمل ماب بتوين الجوينت سبيس، الجوينت استراتيجي سبيس بتاعت الجيم والاوتكم سبيس اللي هو فيه كل الاوتكمز المتاحه للجيم. تمام؟ فهي بتماب الجوينت سبيس اس تو سيت اوف اول بوسيبل اوتكمز او. تمام؟ فده التعريف الفورمال بتاع استراتيجي جيم. يبقى ايه هو استراتيجي جيم؟ عندك ان بلايرز، كل بلاير عنده استراتيجي سبيس اس اي، دي الاستراتيجيات المتاحه قدامه، بيختار منها واحده يلعب بيها الجيم. اما اللعيب الاولاني يختار S1 واللعيب التاني يختار S2 واللعيب التالت يختار S3 بناء على الاستراتيجيات اللي تم اختيارها. في فانكشن هتقول الاوتكم بتاع الجيم طلع كام. تمام؟ دلوقتي كل ايجنت ليه تايب، ليه شخصية، ليه دماغ. فالتايب بتاع الايجنت ده denoted by theta i، ده شخصيتك. شخصيتك دي predefined، مأثر فيها حاجات كتير جدا، نشأتك، تربيتك، تعليمك. تمام؟ بس في الاخر انت ليك شخصية. تمام؟ والشخصية دي هي private information ليك، انت اللي عارف
انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، بتكره ايه وما بتكرهش ايه. فدلوقتي لو انت في اي موقف في الدنيا والموقف ده ليه outcomes O1 O2 O3 بناء على شخصيتك انت هتدي سكور لدول. يعني هتقول انا افضل O1 ده السكور بتاعه بالنسبة لي 10، بعد كده افضل O3 ده السكور بتاعي 7، وبعد كده افضل O2 ده السكور بتاعه 3. طب السكورز دي جات منين؟ جات بناء على شخصيتك، لان في واحد تاني ممكن يقول انا افضل O2 السكور بتاعه 8، وبعد كده O3 6، وبعد كده O1 1، ويجي واحد تالت يقول لك لا ده انا افضل O3 وبعد كده O1 وبعد كده O2. طب ليه كل واحد فيكو فضل الاوتكمز بطريقة مختلفة؟ عشان كل واحد فيكو عنده شخصية مختلفة، والشخصيات دي هي private information. تمام. وبناء على الشخصية والاوتكم بيتم تحديد سكور، او انت بقد ايه بتفضل الاوتكم ده، وبناء على السكورز ان انت هتديها للاوتكمز انت تقدر ترتب الاوتكمز. يعني هنا مثلا تقدر تقول ان انا افضل اوتكم 1، بعد كده اوتكم 3، وبعد كده اوتكم 2. او بالنسبه للراجل التاني ده هيفضل اوتكم 2 وبعد كده اوتكم 3 وبعد كده اوتكم 1. فكل ايجنت عنده برايفت انفورميشن اللي هي نوعه، التايب بتاعه. التايب بتاعه دي شخصيتك، شخصيتك دي النوليدج اللي عندك، معتقداتك، خبرتك في الحياة، اكسترا، كل ده هو اللي بيعمل شخصيتك. فكل ايجنت عنده تايب سيتا اي. تمام. السيتا اي دي ايه؟ هي شخصية من ايه؟ يعني لو هختار شخصية من السبيس اوف اول بوسيبل تايبس. يعني تخيل ان ده السبيس بتاع كل الشخصيات الممكنة في الدنيا، وانت نقطة منهم، انت نوعية شخصية معينة. تمام. طيب بعد كده عندك utility function UI. تمام. given outcome معين، حاجة معينة هتحصل، وgiven شخصيتك هتعرف اليوتيليتي اللي هي الاستفادة بتاعتك في السيناريو ده. يعني given ان انا شخصيتي كذا، تمام، والاوتكم الفلاني، انا السكور بتاعي للموضوع ده كذا. طب السكور ده هيختلف بناء على ايه؟ لما الاوتكم يتغير فالسكورز بتتغير، دي نقطة. ولو انت نفس الاوتكم بس الشخصية بتتغير من ايجنت للتاني، برضو اليوتيليتي بتاعت الاوتكم هتتغير. فالبريفرنس بتاع الايجنت over all possible outcomes of the game are defined by the utility of each outcome. فهو اما عرف 10 هي دي اليوتيليتي بتاعته بالنسبة لاوتكم 1، 7 لاوتكم 3، 2 لاوتكم 2، فبالتالي البريفرنس تفضيلاته بين الاوتكمز بقت ايه؟ انا افضل اوتكم 1 وبعد كده اوتكم 3 وبعد كده اوتكم 2. ليه؟ لان اوتكم 1 السكور بتاعه 10، بعد كده اوتكم 3 السكور بتاعه 7، بعد كده اوتكم 2 السكور بتاعه 2. يبقى الصوره كامله ان انت عندك كل شخص فينا عنده شخصيه، الشخصيه دي جايه بناء على تعليمه، معتقداته، مبادئه، خبرته في الحياة. تمام. وبتتحط في موقف، والموقف ده قدامك مثلا يحصل كذا في outcome 1 او outcome 2 او outcome 3، كذا سيناريو ممكن يحصله في الموقف، وانت بتفضل حاجات عن حاجات بناء على شخصيتك، وعندك utility function بناء على شخصيتك والoutcome بتديله score، وبناء على هذه السكورز تقدر ترتب الاوتكمز ويبقى عندك بريفرنس اوفر الاوتكم. فالايجنت بيبريفير اوتكم 1 اوفر اوتكم 2 لو اليوتيليتي بتاعته من اوتكم 1 اعلى من اليوتيليتي بتاعته من اوتكم 2 جيفن التايب بتاعه. تمام. طيب
نيجي على concept أو assumption مهم جدا في الجيم ثيوري اللي هو الراشوناليتي. فالراشوناليتي هي العقل، يعني ان انت تبقى راشونال هو ان انت تبقى عاقل، تمام. فالجيم ثيوري بيأسيوم ان الايجنس راشونال، تمام. طيب الراشوناليتي او العقل ليه ديفينيشنز كتير جدا، بس انا بحب الديفينيشن بتاع روبوبورت. ان ايه هو الراشونال بلاير؟ الراشونال بلاير هو لما بيتحط في موقف معين بياخد في الاعتبار كل الافيلابل انفورميشن عن الموقف ده، عن اختياراته الممكنه، عن الاوبوننتس اللي ضده، عن اختياراتهم الممكنه، وبعد كده ياخد القرار اللي ماكسمايز يكبر ال pay off بتاعه، العائد بتاعه، whatever ده actual لو مفيش اي probabilistic factors او expected المتوقع، given ان لو في stochastic factors فما تقدرش تقول انا فايدتي هتبقى كذا رقم محدد، لا انا فايدتي ال expected value بتاعها، قيمة المتوقعة بتاعتها كذا، تمام، given ان انت عندك random factors. ف يبقى تاني الراشنال بلاير او البني ادم العاقل هو لما بيتحط في موقف بياخد كل المعلومات المتاحه عن الموقف، واتيفر ايه هي قواعد الموقف، ايه هي الاختيارات الممكنه بالنسبه له، مين الناس اللي هتاثر على الاوتكم بتاع الديسيجنز اللي هم الاوبوننتس بتوعه او الاذر بلايرز، ايه الاختيارات المتاحه بالنسبه لهم، بعد كده بياخد القرار اللي يخدم مصلحته بالحد الاقصى ان هو يزود العائد بتاعه من الموقف، تمام. طيب ففي سؤال، هل البني ادمين راشونال؟ هل احنا عاقلين؟ الاجابه لا، احنا مش عاقلين بالمعنى او الديفينيشن الاستريكت بتاع الراشوناليتي. البني ادمين باوندد راشونال، في باوند على الراشوناليتي بتاعه، يعني هم عاقلين بس العقل بتاعهم باوندد. الكلام ده جه منين؟ يعني ليه الدنيا باوندد؟ اول حاجه تخيل مثلا ان انت نازل تشتري موبايل، تمام، وانت راشنال. فتعريف الراشناليتي ده عباره عن ايه؟ ان انت بتقول انا هقوم لامم معلومات عن كل الموبايلات الافيلابل في السوق وبعد كده ادرسها وبعد كده احدد بالتفصيل انا محتاج ايه واختار الموبايل اللي ماكسمايز اليوتيليتي بتاعتي، اللي يلبي طلباتي لاقصى درجه. هتلاقي ان الكلام ده عشان يتعمل هتشتغل هتشتري موبايل بعد 3-4 سنين. انت عشان تجيب كل المعلومات وتفنطها وتقارن بينها وتقعد وتشوف انت محتاج ايه تحديدا فما ينفعش. احنا باوندد راشنال، انت ما بتنزل تشتري موبايل بتحط في دماغك موبايلين ثلاثة كده اربعة هو ده اللي انت بتختار بينهم، تمام. فانت اما بتختار بينهم بتختار الواحد الاحسن لك، بس انت ما بتعملش كونسيدريشن لكل المعلومات الممكنة عن الموضوع، تمام. فانت ليه باوندد؟ لان انت عندك processing capabilities مقدرش، او processing limits مقدرش، لو المعلومات بقت كتير جدا مقدرش اقعد اعمل لها processing كلها، وعندي time او decision time limit. حتى لو انا اقدر ابروسيس كل التفاصيل الكلام ده هياخد وقت وانا محتاج اخد قرار في وقت معين. فعشان كده البني ادم هو باوندد راشونال، تمام. لان التعريف المطلق للراشوناليتي زي ده ان انت لازم تاخد كل المعلومات المتاحه
وبعد كده تعمل لها بروسيسنج، وبعد كده تختار الواحد اللي ماكسمايز. تمام، الكلام ده محتاج بروسيسنج كابابيليتيز ومحتاج تايم تو تيك ذا ديسيجن. تمام، لو انت سايق فانت ده شارع، تمام، وفي عربيات، تمام، وانت هنا، فانت بتلاقي ده واقف ده واقف، فبتقرر ان انت تخش هنا، الدنيا هنا فاضيه، بس ممكن هنا يبقى في حادثه. فانت دخلت هنا ووقفت، لو كنت فضلت هنا اهو كنت هتمشي، هتمشي ورا العربيات دي وتطلع. فده نوع من انواع الباوندد راشوناليتي. انت اما خدت قرارك ان انت تخش هنا، انت خدته بناء على المعلومات اللي انت شايفها لغايه هنا اهو، ان الحته دي فاضيه والحته دي ايه زحمه، فانت قررت ان انت تخش هنا. لو كان عندك المعلومه كامله او الصوره كامله ان في حادثه قدام او ان الدنيا هنا مقفوله، تمام، كان جايز قرارك هيختلف وهتقول انا هكمل هنا. فهل وانت بتاخد القرار ده انت مش عاقل؟ لا، انت عاقل، انت تمام خدت القرار اللي يفيد مصلحتك، بس القرار بتاعك كان باوندد، كان باوندد بالافيلابل انفورميشن اللي انا شايفه ان كان ده فاضي، تمام، بس انا ما شفتش قدام لاخر الشارع الدنيا عامله ازاي. تمام، فاندر ذا راشوناليتي اسامبشن، تمام، الايجنت هيادوبت الاستراتيجي اس اي اللي تماكسمايز اليوتيليتي بتاعته جيفن التايب بتاعه والبيليف اباوت الاستراتيجيز ادوبتد باي اذر ايجنتس. فلو انت لعيب راشنال، فانا لعيب راشنال قدامي جيم وعندي سبيس اوف استراتيجيز اس اي بختار منها، فانا هختار الاستراتيجي اس اي، تمام، اللي تماكسمايز اليوتيليتي بتاعتي، تمام، جيفن ايه؟ جيفن اليوتيليتي دي بتتحسب جيفن شخصيتي وجيفن الاوتكم بتاع الجيم. طب الاوتكم بتاع الجيم هل معتمد على الاس اي بتاعتي انا بس؟ لا، معتمد كمان اذر بلايرز هيعملوا ايه، فانا لازم افكر اللعيبه الثانيه اما تلعب في مصلحتها هتختار ايه، بحيث اللي انا اخترته واللي هم اختاروه هو اللي هيحدد الاوتكم بتاع الجيم، والاوتكم بتاع الجيم جيفن شخصيتي هيحدد الفايده بتاعتي من الموقف اللي هو اليوتيليتي بتاعتي. فانا عاوز الاس اي اللي جيفن الكلام ده تماكسمايز اليوتيليتي بتاعتي. تمام، عندك انواع من الاستراتيجيز، عندك بيور او ديترمينستيك استراتيجي اللي هي سيمبلي لو انت عندك اكشنز A1 A2، تمام، فالبيور استراتيجي هي ان انت بتقول ايه، لو في موقف كذا في الجيم انا هاخد A1، لو موقف ده انا هاخد A2، فبالتالي الاستراتيجي دي ديترمينستيك، لو كذا حصل انا هاخد كذا، لو كذا حصل انا هاخد كذا، فدي ديترمينستيك استراتيجي بتماب كل ستيت في الاستراتيجي جيم تو ا بارتيكولر اكشن. طيب ممكن الدنيا تبقى ان انا بادوبت استوكاستيك استراتيجي، يعني بقول لو ده السيناريو اللي حصل في الجيم انا هاخد A1 ببروبابيليتي 0.4 او هاخد A2 ببروبابيليتي 0.6. طب لو حصل سيناريو تاني انا هاخد مثلا A1 ببروبابيليتي 0.3 والA2 او ببروبابيليتي 0.7 مثلا، وهاخد الاكشن الثاني ببروبابيليتي 0.3. فلو انا دي الاستراتيجي بتاعتي فهي ستوكاستيك استراتيجي، هي عباره عن ان الايجنت بيراندمايز او بيديفاين بروبابيليتي ديستريبيوشن، بيديفاين البروبابيليتيز دي over a set of pure strategies بتاعته، تمام؟ وهيلعب ايه بقى؟ اما يحصل الموقف ده هيجنريت random number ويختار واحد من الاكشنز دي بناء على الprobabilities دي، تمام؟ فهنا
الايجنت بيبقى اسمه بيادوبت ميكسد او استوكاستيك استراتيجي. تمام؟ فالميكسد استراتيجي بتالاو الايجنت انه راندوملي سيلكت اوفر بيور استراتيجيز. يعني لو عندي بيور استراتيجيز انا بختار بينهم راندوملي، فانا بس انا بقى فين الاختيار؟ الاختيار ان انا بحدد البروبابيليتيز. يعني انا مثلا عندي استراتيجي 1 واستراتيجي 2، فانا بقول انا هلعب دي ببروبابيليتي 0.4 ودي ببروبابيليتي 0.6، فانا دوري جه ان انا احدد البروبابيليتيز دي. في الديترمينستك انا بختار واحده، يعني بقول يا هلعب دي يا هلعب دي. تمام؟ طيب البيور استراتيجي هي ديجنريت كيس من الميكسد استراتيجي، هي سبيشال كيس من الميكسد استراتيجي، لان انت لو عندك اتنين استراتيجيز فالبيور استراتيجي ان انت بتختار واحده، يعني تقول انا هلعب باس 1. هي ان انت بتقول انا هلعب اس 1 ببروبابيليتي 1 واس 2 ببروبابيليتي 0. فدي حاله سبيشال من ان انت كنت تدي الاثنين بروبابيليتيز. تمام؟ وطبعا الكلام ده بيجنرالايز لو انت عندك اكتر، يعني مثلا لو انا عندي اس 1 عندي اكتر من استراتيجي، فانا ممكن العب دي ببروبابيليتي 1 والباقي بصفار. تمام؟ او ميكسد لو انا عاوزها ميكسد. تمام؟ توتالي ميكسد، فانا لازم ادي لكل واحده probability، يعني مثلا تبقى دي مثلا 0.2 دي 0.3 دي 0.1 ودي 0.4 مثلا، فدي totally mixed strategy. تمام؟ فايه totally mixed strategy؟ ان كل pure strategy قدامها strictly positive probability، لازم يكون في probability ان هي تتلعب. تمام؟ البيور استراتيجي ان انا هقرر ان انا العب واحده هي سبيشال كيس من الميكسد استراتيجي، ان انا بدي واحده واحد probability 1 والباقي زيروز. تمام؟ طيب ليتس موف لابسط شكل من الجيمز اللي هي 2 باي 2 جيم. فدلوقتي انت عندك جيم، الجيم ده 2 باي 2 2 بلايرز 2 actions. فانت عندك 2 players row player و column player، كل واحد عنده 2 actions، يا سي يا دي يا سي يا دي. وطبعا الاكشنز ممكن تختلف، يعني ممكن يبقى ده عنده action سي دي وده اي بي. تمام؟ عادي. تمام؟ طيب فالجيم ده فيه 4 outcomes ممكن يحصلوا: outcome 1 outcome 2 outcome 3 outcome 4. فاوتكم 1 هيحصل امتى؟ لو اللعيب الاولاني اختار سي واللعيب الثاني اختار سي. اوتكم 2 لو اللعيب الاولاني اختار سي واللعيب الثاني اختار دي. اوتكم 3 لو اللعيب الاولاني اختار دي واللعيب الثاني اختار سي. رابع اوتكم لو اللعيب الاولاني اختار دي واللعيب الثاني اختار دي، الرو بلاير والكولوم بلاير. فده شكل ال2 باي 2 جيم. طب ايه الارقام اللي جوه دي؟ دي اليوتيليتي اللي اللعيب الاولاني هياخده واللعيب التاني هياخده لو اوتكم 1 اتحقق. يعني لو الاولاني خد سي والتاني اختار سي، معنى كده ان اوتكم 1 اتحقق. طب اندر اوتكم 1 اللعيب الاولاني هياخد ار 1 قيمه ار 1 واللعيب التاني هياخد قيمه ار 2. فانت عندك البي اوفس اللي جوه واخده شكل البراكت ده. تمام؟ طيب دلوقتي لو احنا بصينا، فيبقى انت ده استراتيجي جيم، انت عندك بلايرز مفيش واحد منهم متحكم في الاوتكم بتاع الجيم بالكامل، لان لو ده اللعيب اللي هو الرو بلاير اختار سي، وذر الاوتكم بتاع الجيم هيطلع او 1 او او 2 معتمد على اللعيب الكولوم بلاير هياخد ايه. لو خد سي اختار سي هيبقى هو، لو اختار دي هيختار اوتو. ونظرا ان انا ما عنديش تحكم كامل على الاوتكم بتاع الجيم، ما عنديش تحكم كامل على البينيفيت او العائد بتاعي، لان لو انا اوتكم او 1 هو اللي اتحقق انا هاخد ار 1، بس لو اوتكم او 2 هو اللي اتحقق انا هاخد اس 1، وهنا القيم ممكن تكون مختلفه. تعالوا نتكلم على اشهر جيم على الاطلاق في الجيم ثيوري اللي هو البريزونرز ديليما. تمام؟ والجيم ده رغم ان هو
في هذا الحجم ماتريكس 2 باي 2. الجيم ده عليه الاف من الابحاث. فالجيم ده يعني طلع صدفة. تمام. كان في ساينتست ماثيماتيكال اسمه تيوكر في جامعة برينستون في امريكا في الاربعينات، وهو كان في ديبارتمنت اوف ماثيماتكس، وكانوا بيعملوا ري انوفيشن في المبنى بتاعه، يعني المبنى بتاعه كان في تصليحات وكده. فخدوهم وقعدوهم مع بتوع سايكولوجي، قعدوهم مع بتوع علم النفس. فبتوع علم النفس كانوا معديين جنبه، فبيقولوا له ما تدينا برزنتيشن كده، اعمل لنا سيمينار، انت بتشتغل في ايه؟ فهو كان شغال في الجيم ثيوري، فاداهم برزنتيشن على الجيم ثيوري. وهو في السيمينار اخترع هذا الجيم علشان يقنعهم بأهمية الجيم ثيري. فجيم البريزنر ديليما ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في البوليس، تمام، مسك اتنين حرامية، تمام، فمسك ثيف وان او كريمينال وان وكريمينال تو، تمام، بس ما عندوش ادلة كافية ان يدين الاثنين ويحاكمهم. فراح لكريمينال وان المجرم الاولاني وعرض عليه الاتي، قال له لو اعترفت ان زميلك عمل الجريمه، تمام، هو هيتحبس وانت هتطلع براء، هنعتبرك شاهد ملك، تمام، لو هو اللي اعترف عليك وانت سكت وما اعترفتش عليه، انت اللي هتتحبس وهو هيطلع برا. لو انتوا الاتنين سكتوا، اللي هيحصل ان احنا ما عندناش ادلة كافية، فهتخدموا عدد سنين قليل. لو انتوا الاتنين اعترفتوا على بعض، يبقى ايه؟ انتوا الاتنين هتخشوا السجن. فالجيم ده واخد كالآتي، ان كريمينال وان قدامه انه يكوبريت، يعني يتعاون مع زميله، والتعاون مع زميله انه ما يعترفش عليه او يديفكت يعترف على زميله. والكريمينال التاني نفس الموضوع، يقدر يكوبريت ما يعترفش على اللعيب الاولاني او الكريمينال زميله او يديفكت. فهتلاقي ان لو ده سكت وده سكت، ده كوبريت وده كوبريت، اللي هيحصل ان البوليس ما عندوش ادلة كافية، فكل واحد هي ايه؟ هيخش ويتحبس لهم سنة ويطلع. لو ده كوبريت استجدع مع زميله وسكت، بس التاني ديفكت باعه، الاولاني هيتحبس 15 سنة والتاني هيطلع براءة. والعكس صحيح، لو اللعيب الاولاني هو اللي ديفكت اعترف على زميله واللعيب التاني كوبريت، الاولاني هيطلع براءة والتاني هيتحبس 15 سنة، تمام، ولو الاتنين اعترفوا على بعض فالتهمة هيشلوها هما الاتنين، فكل واحد فيهم هيتحبس 10 سنين. فالجيم ده قوته انه بيخلي ان الراشنال، التفكير الراشنال في السيناريو ده هيؤدي الى اوتكم اوحش للاتنين، تمام. فلو انا اللعيب الاولاني وبفكر كالاتي، لو انا سكت، لو هو سكت انا هتحبس السنة، يعني او ممكن ناخد الاناليسز بشكل اخر. دلوقتي لو هو سكت، انا احسن لي ان انا اسكت واتحبس السنة، ولا اعترف عليه واطلع براءة؟ اعترف عليه واطلع براءة. طيب لو هو اعترف عليا، انا احسن لي اسكت واتحبس 15 سنة، ولا اعترف عليه واتحبس 10 سنين؟ هتحبس 10 سنين. فبالتالي انا كلعيب ريجاردلس اللي قدامي عمل ايه، انا هختار ان انا اعترف،
لان هو لو سكت انا احسن لي ان انا اعترف، ولو اعترف انا احسن لي ان انا اعترف. تمام. ونظرا ان الجيم سيمتريك يعني الارقام متوازيه والاكشنز متوازيه بين الاثنين لعيبه، فبرضه بالنسبه للعيب الثاني انه يعترف احسن له. تمام. اللعيب الثاني هيقول لك ايه؟ لو الاولاني سكت انا اسكت واتحب السنه، ولا اعترف واطلع براءه؟ اعترف واطلع براءه. طيب لو التاني اعترف عليا اسكت واتحبس 15 سنه، ولا اعترف واتحبس 10 سنين بس؟ يبقى اعترف واتحسب 10 سنين بس. فبالتالي اللي هيحصل ان ده هيختار انه يعترف على زميله، وده هيختار انه يعترف على زميله، فبقينا في الاوتكم ده ان الاثنين هيتحبسوا 10 سنين و10 سنين، رغم ان كان قدامهم اوتكم احسن للاثنين انه يتحبسوا سنه وسنه. فالجيم ده بيوري ان الراشنال ثينكينج بيؤدي الى worst outcome، في outcomes احسن منها، pareto efficient outcomes احسن منها، او بيؤدي الى inefficient outcomes من الناحيه الايكونوميكال، رغم ان كان في outcomes احسن للاثنين، بس التفكير العقلي بيودي الى ده. ومن هنا كانت كلمه ديليما اللي هي المعضله، فده جيم البريزنر ديليما.